هذه المقابلة كان منتظر القوة ديالها. فريق الأهلي معروف على الصعيد الإفريقي بالتجربة ديالو باللاعبين ديالو. المقابلة في الشوط الأول الفريق رجع بيضاوي استحوذ على المقابلة، ضيعنا واحد جوج الفرص. هذوك جوج الفرص تنظن هما اللي أثروا علينا، هما باش تعاقبنا، لأن الأهلي اللي ضيعتي مع هذوك الفرص غادي يعاقبوك. الشوط الثاني الفريق نهار بدنيا، وتأثير ديال الهدف آخر دقيقة كان له واحد تأثير كبير على مواجهة المقابلة. الفريق الأهلي عرف كيف يستغل ظروف تاع المقابلة، سجل هدفين انتصر. هذا الشوط أول، باقي الشوط الثاني في الدار البيضاء إن شاء الله بحضور الجمهور ديالنا. اللاعبين نتمنى يكونوا واجدين، المدرب نتمنى يعرف كيفاش يجري المقابلة تاعو، الجمهور راه ما نهضروش عليه ديما تيكون حاضر، فلما لا إن شاء الله أنا نرجعوا في المقابلة. أنا كيف قلت لك، أنا تيبان ليا شخصيا أن الهدف اللي ضيع سيرته الهدف ديال زريدة كان عنده واحد التأثير على 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 المقابلة، كان غادي يقلب المقابلة. وأن تسجيل ديال الهدف آخر دقيقة اللي جا ضد مجريات اللاعب نفسيا كان أثر على اللعابة، هذا هو السبب اللي خلى أن اللاعبين يخرجوا من المقابلة في الشوط الثاني. شوف دابا بقى لنا مقابلة هذا الموسم لإنقاذ ماء الوجه، هي المقابلة ديال الإياب. إن شاء الله كل التركيز على هذه المقابلة، لا منخرطين لا مكتب لا جمهور، إن شاء الله باش أننا معروفين بالريمونتادا، لما لا أننا إن شاء الله نرجعوا في هذه المقابلة. فكل دعم الفريق ديالنا.